مسلسل بريكنج باد واحد من اعظم اعمال الدراما التلفزيونية ان ما كانش اعظمهم، والعظمة دي بقى جات عن طريق قصة وحركات قوية، سيناريو مكتوب باتقان شديد، اداء ممثلين عظيم، اخراج وتصوير سينمائي عبقري، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. Now say my name. Eisenberg. Are you ready? افتتاحية المسلسل بتلخص لك القصة وبتمهد لك اللي انت هتشوفه. الصخور والصبار بيعبروا عن قسوة القصة وقسوة الأحداث اللي جاية. بعد كده بيقطع بفول سكرين للون أزرق، واللي شاف المسلسل هيعرف أهمية اللون الأزرق في القصة. اللون الأزرق هو لون منتج مستر وايت اللي عمل بيه إمبراطوريته واللي بتدور أحداث القصة عليه. بنطلون بينزل من السماء. فكرة إن واحد خسر بنطلونه في أي مجتمع بتعبر عن الإهانة. والتر وايت مدرس الكيمياء المحترم اللي تحول لتاجر مخدرات أهان نفسه لأنه فقد وقاره كمدرس. فالمخرج بيعبر لنا عن التحول ده في الشخصية عن طريق فقد الشخصية لبنطلونها. وفينس ما بينساش التفصيلة دي وبيجيب لنا تاني البنطلون في آخر حلقة مرمي ومتبهدل تماما كشخصية والتر وايت القديمة اللي ماتت جواه. الإضاءة في المسلسل بتلعب دور مهم جدا. شوف تصميم الإضاءة في أول مقابلة بين والتر وجيسي واللي بتدي لك فكرة عن الشخصيتين دول وإن جواهم الخير والشر. تفصيلة مهمة جدا أتمنى لو شفت المسلسل تاني تركز فيها وتاخد بالك منها. كلنا عارفين إن من ساعة ما والتر بدأ البيزنس بتاعه وعلاقته بزوجته سكايلر مش مستقرة. في كل مرة كان البيت بيكون فيه مشاكل الإضاءة بتكون كئيبة والإضاءة بتكون خافتة وبتكون اصطناعية. أما لما بيتصالحوا والأمور بتكون مستقرة بينهم الإضاءة بتكون داخلة من كل حتة، ضوء الشمس مالي البيت وكل حاجة طبيعية. الإضاءة بتقدر تخلي المشهد ده مشهد فطار عادي وبتقدر تخلي المشهد ده كأنه ماتش قمار. في العادي بوينت اوف فيو الشوتس بتستخدم عشان تشوف الحدث من منظور الشخص اللي بيمر بالحدث، اما في بريكنج باد دايما الكاميرا بتكون محطوطه على الات واشياء جامده، وهنا بيحاول مايكل سلوفيس انه يحسسنا بعجزنا وعدم تاثيرنا في الاحداث. انت عباره عن شخص متفرج فقط وثابت مش بتتحرك الا لو حد حركك. وبعض البي او في كمان بتستخدم عشان تعمل فريم للشخصيات وتوصل لك احساسهم بالخوف والانعزال. الكادرات الواسعه المغلقه وهي عباره عن وايت باك جراوند وكلوزد فور جراوند، ودي دايما توظيفها بيكون كالهدوء الذي يسبق العاصفه. بيوري لك الصوره الاكبر وبيدي لك احساس المكان، لكن في نفس الوقت بيركز على اليمنت معين عشان يقول لعقلك ويمهد له ان في مصيبه هتحصل. زي ما قلنا قبل كده الوايت شوتس هي الصورة الأكبر، وبرضه بتستغل حرفيا عشان تورينا الصورة الأكبر وإن الكون أكبر من أحداث القصة. زائد إن مين مجنون هيبقى بيصور في نيو مكسيكو وما يستغلش تشكيلات الطبيعة الخلابة دي عشان يخدم القصة ويبهرنا. زائد تأثر فينس جيلينجان بمدرسة سيرجيو ليون واللي بيعمل وايت شوتس كتير جدا في أفلامه، وبكده فينس بيقدر يدلنا روح أفلام الويسترن اللي هو بيحبها وكلنا بنحبها. الكادرات دي ادت بريكنج باد بصمه مرئيه وخلتك وانت بتتفرج ما تحسش انك بتشوف مسلسل، خلتك تحس انك بتشوف فيلم سينمائي بس طويل شويه. لابسس كتير شفناها في المسلسل، بالنسبة لي ده أجملهم. والتر بياخد جلسات الكيمو ويشعر بأن مشكلته قد توقف لها العالم، ولكن الحقيقة أن لا أحد يأبه. العالم يمضي، الشمس تشرق كل يوم وتغرب كل يوم، الكون كله لا يأبه بنا يا صديقي. You're goddamn right. في
في الكام دقيقة اللي فاتت عرفنا ان الكاميرا بتقدر تعبر لنا على القصة وتوصل لنا رسائل، لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. الموضوع فضل يزيد لدرجة ان ممكن من غير ما ممثل واحد ينطق او يتحرك كاميرا فينس وسلوفس تقدر تحكي لك المشهد، تقدر تتحول لممثل، وفي مشاهد كتير بتقدر تكون هي البطل، وبتقدر تعمل ده بحاجات بسيطة جدا زي وضعيتها او حركة بسيطة او فوكس شيفت لثواني معدودة. مش محتاج تمثيل وحوار واداء ممثلين عشان تقدر تسمع الكاميرا وهي بتقولك ان العلاقة دي انتهت، وان الاتنين دول بقى فيه حاجز بينهم صعب جدا يتكسر. بوضعية منظور عين الطائر بتقدر تحس ان الست دي اصبحت قطعة في لعبة غير قادرة على تحديد مصيرها، ولكنها بتغش في اللعبة والقدر برضو بيؤدي بيها لحتمية الاختيار، ولكن الاختيار هنا بيكون اصعب بكتير. وبتكمل سوداوية المشهد بالخلفية اللي وراها، صورة سكايلر وهي صغيرة وسعيدة زمان. الكاميرا هنا بتقولك ان الشخص ده اتقسم نصين وتحول لمسخ، وهنا بتقولك ان حياته في خطر والموت هو مصيره، وهنا بيقولك ان الاتنين دول بدأوا علاقة وبدأوا يدوروا على نفسهم، وهنا بتقولك ان العلاقة دي انتهت. جيسي مش قاتل، لكنه بيضطر يقتل عشان ينقذ حياته، وفي النقطة دي بتتحول شخصية جيسي من انسان او شاب طايش لقاتل، والتحول ده الكاميرا بتحكيه لنا بفوكس شيفت بسيط وحركة بسيطة بتخلي المسدس ياخد مكان جيسي ويتصدر هو المشهد، وتختفي وراه شخصية جيسي القديمة للأبد. زي ما قلنا انه اقتبس مشاهد من سيرجيو ليون، بيقتبس برضو مشهد انهيار امبراطورية وولت بضياع عيلته وفلوسه من مشهد سقوط امبراطورية رمسيس الثاني في قصيدة اوزيمانديس، وبيقتبس تاني من اسطورة سيزيف واللي مضمونها بيقول ان لا جدوى من الحياة، واقتبسات من شاينينج وريزرفار دوجز وبالب فيكشن وغيرهم وغيرهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. كان معاكم اسلام عاكف، شكرا والسلام عليكم.